السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع برنامج باور بروجكت لإدارة المشاريع. دلوقتي عايزين نضيف تكلفة كل العناصر الموجودة عندي هنا، فهروح للفيو وأقول له أد كولوم وأقول له إن أنا عايز أشوف الكوست، فهيبدأ يضيف لي خانة الكوست. تقدر تقول له أب وتشوف هتحطها فين، فأقول له أبلاي كلوز، ضاف لي هو الخانة بتاعت الكوست. طيب انا عايز ابدا اضيف البروجكت كوست هنا، فبدخل هنا على الكوست واقول له ان انا عايز مثلا العماله، فابدا اضيفها هنا. تمام، ممكن ما يظهرش معاك بالشكل دوت. ليه؟ روح لفورمات، فورمات، وتاكد ان انت معلم هنا على كوست الوكيشنز، لان انت لو مش معلم عليها هيظهر المجموع ومش هتقدر تعرف ايه التفاصيل بتاعت العنصر ده. تقدر تيجي هنا على العنصر ده وتعدل القيمة بتاعته زي ما انت عايز. طبعا تقدر تضيف عناصر كتيرة لنفس التاسك. طيب عايز اشوف شكل بياني جميل كده يفرحنا شوية، فهروح الفيو واقول له نيو هيستوجرام بالشكل دوت، واقول له ان انا عايز اشوف المخطط بتاع البروجكت كوست، واقول له مثلا انا عايز allocation data، فيبدا يظهرها لي بالشكل دوت. لو عدلت اي قيمه هيتعدل معاك الشكل ده تلقائي. يعني لو احنا مثلا قلنا ان ده بدل ما هو 1000 خليه 3000، هتلاقي القيمه اختلفت. تمام، طيب ممكن تقول له انا عايز المونثلي كوست يظهر معاك بالشكل دوت. ممكن تقول له ده انا عايز total cost، فيبدا من قليل من زيرو لحد ما يوصل لاعلى تكلفه في المشروع.